Can you? تافهة بالمظاهر بدك تصيري مشهورة؟ رح تصيري مشهورة. أنا بدي أروح لوين؟ بدك تروحي لوين؟ نرجع على بيتي. مش قبل ما تتحاكمي. بدي أنتمي له. شو بدك مني؟ أنت متخيلة وحدة مثلك هيك رح تأثر على يونس جبران وعلى تاريخه وعلى اسمه؟ ولك أنت مين؟ أنا ما خلصنا بشي. لكن شو كنت عم تعملي مع شادي وواحد تالت؟ سيد حلمي؟ اسمه سيد حلمي؟ أنا ما خلصني ما خلصني. هو قال لي إنه رواية حارس القمر لإله، إنه يونس جبران سرقها منه. وأنت صدقتي يا غبية؟ بس كنت عم مثل. هو طلب مني مثل هيدا الدور. كنت عم تمثلي؟ كل هيدا كان تمثيل؟ ولك أنت بتعرفي مين يعني يونس جبران؟ أكيد لا، لأنك وحدة جاهلة. لو قري كتاب من كتبه كنت عرفت مين سيد حلمي. كنت عرفت إنه هو بطله وبدو يأذيه. كم تحسي كنت كمان يا خبي؟ لأجلك خليني أرجع عبيت. لوين بدك تروحي؟ وحدة مثلك لازم تدفع الثمن. وحدة مثلك ما لازم تعيش منعزلة بالحياة. ترجعي خليني أرجع بيتي. لوين بدك تروحي؟ لوين؟ بعد ما سحبت على الغابة تأكدت إنه ما في ولا دليل بالبيت. طلعت بسيارتي ومشيت على بيتي. ومشيت بدفنه. كلهم كانوا بيستاهلوا القتل. كل واحد فكر يأذيك. كل واحد فكر يسيء لاسمك ويتهمك بالسرقة. واخطر واحد بيناتهم كان شادي. كان بده يستخدم موهبته لحتى يدمرك. مات المجدولين؟ انت شادي. شادي صح. تفضل تفضل. كيف يساعدك شادي؟ حبيت ادعيك على افتتاح المسرحية وبشكل شخصي. مسرحية؟ ومن تأليفك كمان. مبروك شادي.